يقول كيف كان شعورك بالتعادل مع الأردن 4-0 بعد ما كنتم متأخرين حتى الدقيقة 74 علما أنت سجلت في مرمى العراق؟ هذه أنا مقرر آخر مباراة اللي كلاعب دولي سنة 99، فكنت أتمنى يعني ناخذ بطولة، بس المشكلة أنا هاي اللعبة ما أردت ألعب صراحة، لأن لعبت المباراة كلها وصلت تعبان كلش منهك، تعرف العمر إلي، فلكن سبحان الله لعبت المباراة. فالمهم صار الهدف وبعدين صارت 4-0، فأبا على الوضعية سبحان الله يعني رجعت ب 19 دقيقة لحد الآن المباراة عندي، أن الفريق استطاع أنه يسجل 4 أهداف، ورجعنا لضربات الجزاء الوحيد أنا سجلت صراحة، وضاعوا اللاعبين أغلبهم كانوا شباب اللي سددوا حقيقة. فهاي المباراة اللي أنا صراحة ما أنساها، لأن هي آخر مباراة لي مفارقة، أول مباراة دولية مع الأردن، آخر مباراة مع الأردن. أنا أعتذر من الآخرين لأن التليفون طفى شحن، يعني بعد ما أقدر أقرأ رسائل.